كنواجهوا بزاف ديال الصعوبات بالخصوص مع الطاكسيات. احيانا يديك ويطول عليك الطريق، احيانا يدير لك التسعيره اللي ما كايناش، لانك انت مجبر باش ترضخ الامر الواقع. ما كيديكش حتى البلاصه اللي بغيتي، ولا شي مرات كيحطك قبل من البلاصه اللي انت باغي تمشي ليها، تيقول لك كمل على رجليك راه غنمشي من هنا. وكاين اللي حتى التعامل يعني ما كيتعاملش بواحد الطريقه يعني مؤدب، وداك الشيء علاش يعني هاد التطبيقات اللي ولاو انا كنشجعهم. الناس تلقاو يعني نفس الثمن وتلقاو خدمه اللي احسن. بالنسبه لنا احنا وبالخصوص احنا ساكنين في الاقاليم الجنوبيه، يعني بحكم ارتباطنا بالاداره المركزيه كنسافروا بزاف من يعني نطلعوا من المناطق الجنوبيه للعاصمه، يعني عندنا الشغل في الاداره وعندنا يعني ارتباطنا بالاداره المركزيه. كنواجهوا بزاف ديال الصعوبات بالخصوص مع الطاكسيات، يعني بحكم التعرفة، بحكم يعني يمشوا بين المسافات، يعني ما عارفين ما كتعرفش يعني التسعيره شحال، واحيانا كيستغلوا بانك انت ماشي من المنطقه ويعملوا فيك ما يعملوا، يعني يزيدوا عليك التسعيره ويطولوا عليك الطريق وبزاف ديال الامور. نعم اكثر من مره، وبالخصوص فاش كنكون نمشوا للمحطه او نمشوا للادارات المركزيه مثلا، عندنا يعني علاقه بالاداره او عندنا يعني شي حاجه نديروها في الاداره، كنجبروا مشاكل في الطاكسيات. احيانا يديك ويطول عليك الطريق، احيانا يدير لك التسعيره اللي ما كايناش، لانك انت مجبر باش ترضخ الامر الواقع. محكوم بالوقت وعندك مثلا الطياره خصك تقضي الغرض في الاداره وعاود ترجع للمطار، يعني بزاف ديال الاكراهات كنواجهوا في بهذا الخصوص. فكان يعني كنوجه واحد الرساله للطاكسيات ديال الاجره بالخصوص الطاكسيات الصغار، يخفوا من العبء ديال المواطن، يشوفوا من الالتزامات ديالو، يشوفوا بانه مازال وراه بزاف ديال يعني ديال الالتزامات. وحنا في الاول والاخر رانا مواطنين كاملين مغاربه، وخصنا مع بعضياتنا نخفوا شويه على بعضياتنا. هو شوفي بالخصوص انا كفاعله اولا اقتصاديه، كنشتغل في مجال الاقتصادي. هو كاين عيب فعلا عنه مول الطاكسي، حتى هو تابعينه بزاف ديال المصاريف، منها غلاء يعني المحروقات، ومنها غلاء حتى بعض يعني سميتو العيار ديال السيارات، الاجزاء السيارات وذا كلها زادت. ولكن هذا الشيء لا يعني عنه حتى المواطن راه مغلوب على امره. هو المواطن المغربي يعني اكثر من 70% منه عنده دخل محدود او دخل يعني شبه منعدم، فلذا لا يعني غلاء المحروقات عن السيارات تزيد واحد النسبه اكثر من القانون. فلذا خصنا هذه الامور يعني، وانا كنوجه يعني رساله للحكومه، الجهات الحكوميه، على انه يقنوا يديروا تذكره. انا عجبني واحد سميتو مؤخرا في المطار ولاو دايرين تسعيره محدده، علما لا حتى سيارات الاجره مثلا في المدن الكبرى، بالخصوص المدن اللي كيقصدوها المواطنين من الشمال من الجنوب، اللي كيديروا واحد التقنين ديال الاجره متراوح مثلا ما بين واحد المبلغ وواحد المبلغ، تبقى تلعب فيه يعني ما تطلعش عنه وما تهبط عنه، باش يكون حتى المواطن على درايه. وهذا الشيء راه كيزيد في الوعي، يعني الدول المتقدمه والكبيره راه مشات في هذا النهج. التسعيره راه معروفه، سواء طوالت الطريق سواء قصرت راه التسعيره، احتفاظا على يعني الديمومه ديال الطاكسي باش يبقى اسمو، وهما اللي حفاظا على الجيب ديال المواطن. هو مشكل كاين واقعي وكنعيشوه يعني كل نهار. الطاكسيات ماشي بغاوش يهزوا ثلاثه، الا كانوا ثلاثه ديال الناس شي مرات كيهز كاع اكثر، كيتعامل بواحد الطريقه ما مزياناش. ماشي كاملين في الحقيقه، ماشي كاملين باش نكونوا، ولكن بعض الفئات كيديروا هاد التجاوزات. ما كيديكش حتى البلاصه اللي بغيتي، ولا شي مرات كيحطك قبل من البلاصه اللي انت باغي تمشي ليها، تيقول لك كمل على رجليك راه غنمشي من هنا. وكاين اللي حتى التعامل يعني ما كيتعاملش بواحد الطريقه يعني مؤدب، وداك الشيء وعنده واحد التعامل اللي في شكل. كاين اللي كيسوق بواحد الطريقه اللي عصبيه شويه، وكاين اللي كاع تيقدر يدخن وسط من الطاكسي على الناس. يعني كاين مشاكل كثيره في هاد الشيء هذا. كاين اللي كيهزوا ثلاثه مختلفين، كيبغي يهز واحد بواحد باش هما باغيين يعني الهدف ديالهم ربحي، باغيين انهم يزيدوا في الارباح ديالهم.
ولكن بالنسبه للمواطن ما كيلقاش ديك الخدمه يعني بديك الجوده اللي كينتظر. وعاوتاني الانسان ما عندوش كاين اللي ما عندوش اختيار، ما عندوش اختيار، هو مضطر انه يعني غيركب وغيتحمل هذا الشيء كامل. داكشي علاش يعني هاد التطبيقات اللي ولاو انا كنشجعهم، كنشجعهم لانهم حلوا واحد المشكل. دابا التطبيقات اللي ولاو سيرتو في المدن الكبار، الرباط وكازا والمدن الكبار، حلوا هاد المشكل هذا، ولاو الناس كي تلقاو يعني نفس الثمن وتلقاو خدمه اللي احسن. هاد الشيء اللي كاين، وكنتمناو احنا ماشي يعني ضدهم، بغينا نحرموا عليهم رزقهم ولا شي حاجه، ولكن كنتمناو الامور يفهموهم هاد الشيء ويبدلوا التعامل ديالهم ويعرفوا راه داك الشخص داك المواطن تيخلص واحد الخدمه يعني خاصو ياخذ واحد الخدمه مزيانه كيأدي عليها، ماشي انت غدي فابور يعني، او مينيموم تعطيه واحد السيرفيس اللي محترم وفي التطلعات ديالو. بصفه عامه مزيان، بصفه عامه مزيان، ولكن شي مرات كما قلت لك تيكونوا شي وحدين حيت كتخنس الشوارع، تيكونوا شي وحدين اللي خايبين تيكرهوا كاع في داك الطاكسي وما يجي منه كتقول مشى على رجلي انا. هذا الشيء اللي كنسمعوه واللي كنعيشوه مع الاخوان ديالنا اصحاب الطاكسيات هو في الحقيقة يسبب مجموعة من المشاكل للمواطنين، لأنه الإنسان اللي كيبغي يركب الطاكسي راه ماشي كيركب غير باش يضيع الوقت، وإنما عنده مرتبط بأعمال، مرتبط بوقت، مرتبط بأشخاص. لهذا كيخص صاحب الطاكسيات يراعيوا هذه المسائل وهذه الارتباطات اللي عند المواطن. وراء أصحاب الطاكسيات حتى هما مواطنين، ولكن خصهم يفكروا في إخوان ديالهم اللي عندهم التزامات مع الإدارات ومع الأعمال ديالهم إلى غير ذلك. وإلا كانوا أصحاب الطاكسيات عندهم شي تبريرات اللي هي قانونية، فالقانون راه مفتوح ويمكن يعتمدوا على الجمعيات ديالهم وسميتو والنقابات ديالهم اللي كتأثرهم ويطالبوا بالحقوق ديالهم، ماشي يطالبوا بالحقوق ديالهم على ظهر كما كنقولوا على ظهر المواطن. إذن هناك قانون، هناك قانون منظم للمهنة، لمهنة سائق السيارات، سيارات الأجرة، يجب الإذعان ويجب الوقوف على هذه القوانين وتطبيقها، وإلا يجب الضرب بيد من حديد على كل من يخالفها. كنقول للسائقين ديال السيارات الأجرة، الجيوب ديال المواطنين راه فارغة، الجيوب راه فارغة، ما فيها ما بقى فيها ما يتنهب. راك كتعرفوا راه الاسعار كلها تزاد، كل شيء تزاد، الجيوب ديال المواطنين راه اصبحت متقوبه واصبحت لا تحتوي على اي درهم. لهذا اقول لاخواني السائقين رفقا باخوانكم، راه دوك الركاب راه ماشي جايين من المريخ ولا جايين من القمر، راه هما مواطنين بحالكم بحالهم، وربما كيعيشوا معكم ماشي في الحومه، كيعيشوا معكم في الدار. لهذا الله يجازيكم بخير رفقا باخوانكم. هذا مشكل ديال استعمال وسائل النقل العموميه والممتلئه خاصه في الطاكسي او ما يعرفوا ب السيارات الاجره. هذا المشكل هذا مطروح على المستوى الوطني خاصه بالنسبه للمدن الكبرى، ومطروح بحدة، وربما هو من الأشياء التي تسيء إلى المهم خاصة تطور السياحة في المغرب، لا السياحة اللي كتعتمد على الوافدين من خارج الوطن ولا أولئك الذين يقيمون داخل الوطن. وحنا كنعرفوا بأن هذيك خدمة منظمة بقانون، القانون واضح، ولكن مع كامل الاسف كنلقاو ما غنقولوش جميع سائقي السيارات الصغرى كيستعملوا هذه الطريقه، ولكن الاكثريه. ومن الحاجه ملي كتولي هي تتولي فيها النسبه الكبيره كتمارس من ثلاث السلوكات، فهذا كيصبح اشياء اللي هي غير محببه وتتخلق مشاكل وتوترات وكثر كثير ديال النزاعات اللي ربنا تنكونوا حنا في غنى عنها. وبالتالي فعلى المسؤولين، المسؤولين راه هذه المسؤولين كيتحملوا مسؤوليتهم، لا على المستوى السلطات المركزيه ولا على السلطات المحليه. مثلا الرخص ملي كتعطى راه السائق ملزم بواحد المجموعه ديال الواجبات، لان هي واجبات، راه ماشي يقول الانسان ستان فافور ولا راه بليزير ولا شي حاجه اللي كيديرها، هذا واجب خاصو يديه.
والمشكل فين كيتجلى بالخصوص هو ان الناس ما واعيينش بهذه المساله هذه. كاين كثير ديال الناس كيعرف بان هذاك راه حقه، راه ملي كتوصل كتمشي عند سائق الاجره وما كيبغيش يديك راه كيقول لك انت تمشي تشكي عند السلطات المحليه وتفرض عليها انه يديك للمكان اللي خصك تبغيه، مادام انه محدد في ذاك البريمتر ايربان ذاك المحيط المدني اللي كيدير فهو ملزم باش يوصل للزبون لاي مكان كان. ولكن بحال هذه السلوكات خص السلطات المحليه تضرب بيد الحديد على مثل هذه السلوكات. حنا لا نعمم ولكن راه غير ملي كتكون نسبه اكثر راه كما سبق لي واشرت راه كتولي هذا كيولي مشكل مطروح. فكنعرفوا بان كاين النساء حوامل، كاين الناس كاين اللي عندها ظروف صحيه، كاين اللي عنده ظروف في غيرها، اذا هما مسبقه كيكونوا محددين الوجهه اللي كيبغيو يمشيو لها. واكثر من ذلك انهم كيخرقوا القانون حينما هو ملزم باش انه ياخذ زبون واحد، كتلقاه بانه كيبقى ينتظر على اساس واش ياخذ جوج ياخذ ثلاثه، باش كيقول لك راه اشنو الدارعه انه راه انا غنجي من تما خاوي انا غندير من هنا. وهذه راه كلها غير اشياء اللي خاصها نوضعوا لها حد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.